شفت شلون يا جلال؟ شفت شلون لساته القصر على حاله؟ ما تغير فيه شيء لحد هلا، بالعكس كل ماله عم يزداد جماله. بالفعل لساته جديد والله. طيب امشي خلينا نكمل الجولة بالسيارة اللي جوا. قبل ما فوت جوا حابب اخذ كم صورة تذكارية من هون. ايه هات الذكرى يعني حلوة. قريب شوي قريب شوي. ايه ايوه واحدة ثانية. شو عم تعملوا هون يا شباب؟ والله شوفك عينك عم نصور. والله وشو المناسبة؟ عفوا انت شو دخلك بهالشغلة؟ ليش ما بتعرفوا انه التصوير ممنوع هون؟ وليش ممنوع بقى؟ هيك اخي من غير ليش. ابراهيم خذ كاميرا منه. ما بتطول بالك. شو خذ كاميرا؟ شو ها؟ روق شوي. على مهلك شو التصرفات؟ شو هاد يا شباب؟ شو التصرفات الهامشية هاي؟ لا 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 يا حبيبي شكلك هيك. ليش هيك عم تعطي؟ طول بالك. لا اله الا الله. خذ هاي كاميرتك وتفضلوا فرونا من هون وريحة طيبة بيكون أحسن. شيخ لك حبيبي فهمنا شو القصة؟ بعدين منو أنتو؟ مو ضروري تفهم، هون ممنوع الاقتراب والتصوير، وقسما عظما إذا بشوفكن هون مرة ثانية لكسر لك هالكاميرا بالحجر. ليش بقى؟ يعني هون مو مكان عام؟ لا وأنت صادق، مو مكان عام. ليش حبيبي ليش؟ هذا قصر النعيم، يعني مكان أثري وبحق لنا نزوره ونتصور جنبه إمتى ما بدنا. يطعمك حجة والناس راجعة، كان قصر النعيم، بس هلأ صار الاستراحة الخاصة للمعلم. ألو معلم؟ معلمنا أبو تالا، بقى فرقونا بريحة طيبة قبل ما يجي رئيس الحرس يشوفكن واقفين هون ويعملنا مشكلة. هلأ قصر النعيم صار استراحة للمعلم أبو تالا؟ إيه سيدي، عندك اعتراض؟ لا لا حبيبي لا، أعوذ بالله أنو اعتراضات، إن شاء الله يتهنى فيه. عم اقول لحالي ليش القصر لساته محافظ على رونقه وجماله. إلكا مشان المعلم ابو تالا. طيب خليه.